ما حكم اقتناء الكلاب؟ له علاقة بموضوعنا طبعا. يحرم على الإنسان اقتناء الكلاب لما تسببه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة ولما فيها من القذارة والنجاسة ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطين. لأن موضوع الكلاب أصبح من علامات المجتمعات المرفهة، لو واحد عايز يبين أنه يعني من طبق عالي قوي فبيتشبه بالكفار في أنه الكلب ده يبقى عضو رئيسي في الأسرة يعني. ويبالغون في حب الكلب بطريقة عجيبة جدا. فهذا نوع من التأثر بالكفار والتشبه البغيض بالكفار الذين لا خلاق لهم عند الله سبحانه وتعالى. فتجد يعني انصراف عن الأحكام الشرعية والأدلة التي تنهى عن اقتناء الكلاب، ويحصل نوع من الاستحسان. هم طبعا بيتفتنوا ببعض الصفات الجيدة في الكلب يعني، وبالذات صفة الإيه؟ الوفاء. عارفين الشعر اللي يقول له أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، بيمدحه. فطبعا يعني الأديب هنا مش بارع، فقال له بل أنت، لأنه عايز يمدحه بس غشيم يعني. فبيقول له أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخطوب، قال له بل أنت. فأنا عندي كتاب صغير مألفه أحد العلماء، مسميه كتاب قديم، مسميه فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. هو مش عارف أن الكلب يلبس ثياب في زماننا ده، فصل له ملابس غالية جدا. فهذا من هدي الكفار، أو هذه من سنن الكفار التي ينبغي المسلم أن يتنزه عنه. فالموضوع الكلاب ما يليق أبدا بمجتمع مسلم، وأن ينتشر فيه موضوع البيع الكلاب واقتناء بهذه الصورة. لكن في حالات استثنائية يمكن إنسان يقتني فيها كلب، دي رخص في حالات يعني معينة. فيجوز للحاجة أو للمصلحة اقتناء كلب صيد أو ماشية أو زرعة، دي استثناء، كلب صيد أو ماشية أو زرعة. الكلب إذا اصطاد بفيه فلا يلزم غسل الصيد 7 مرات، لأن صيد الكلب مبني على التيسير، ولأن الله أمر بأكل صيده ولم يأمر بغسله. قال الله تعالى يسألونك ماذا أحل لكم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع. ولم يرد في الشرع الشريف ذكر أنه لابد أن إيه يغسل كما ورد في الإيه في الإناء يعني. وعن أبي هريرة رضي الله، لأن هذا يشق، هذا أمر يشق الاحتراز منه لتكرره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. أجر العمل الصالح كل يوم ينقص منه إيه يعني قيراطان، وهذا أخرجه مسلم. وده دليل على أن الإيمان ينقص، لأن مسألة إثبات زيادة الإيمان سهلة، أدلة كتير جدا، لكن نقصان الإيمان بتبقى عايزة شوية بحث في الأدلة. من ضمن هذه الأدلة ده يدل على نقص الإيه الإيمان. هو بيستدل على نقص الإيمان بأن كل ما قبل الزيادة يقبل النقص، لكن هنا دليل إيه مباشر. من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، أخرجه مسلم. فليختر يعني الإنسان لنفسه بقى، عايز كل يوم ينقص من أجره قيراطان فتساهل في موضوع الكلاب هذا. ويمكن من خطورة الغزو الفكري الذي يحصل من خلال أفلام الكرتون بتاعت الأطفال، عملية التطبيع مع بعض الحيوانات التي نفرنا الشرع الشريف منها زي الخنازير أو زي الكلاب. فدي من الغزو المسموم الذي يحصل من خلال حتى على الأطفال، نوع من التطبيع ومحبة هذه الإيه يعني الحيوانات. طيب إيه حكم أن الطفل يبقى عنده طيور يتسلى بها؟ كما ذكرنا صيد الصيد عبثا أو لهوا محرم لما فيه من إضاعة المال، وصيد الصيد أو أخذه من أجل أن يتسلى به الصغار جائز،
لكن يجب مراقبة الصبي حتى لا يؤذي هذا الصيد أو يهمله ولا يطعمه. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيم، وكان إذا جاء قال يا أبا عمير ما فعل النغير، نغر كان يلعب به، فربما حضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. والحديث متفق عليه.